أخ مكرم، بالوقت اللي تبقى إذا ممكن تشاركنا عن البرديات. دائما نسمع الاصطلاح بردية، فإذا ممكن تشاركنا عن هذا الموضوع. طيب بمعونة الرب، إحنا لما منقول برديات منقصد فيها كتابات على ورق البردي، اللي يعني هي نبات البردي الموجود في مصر بشكل أساسي. وهي كانت أسهل طريقة، مع أنها كمان طريقتها غالية يعني، ولكن كان أسهل ما أنها تعمل رقوق الجلدية، فكان يكتب عليها في كتبت مثل ما تفضلت في منطقة مصر، برضو كمان منطقة اللي هي جافة رملية حارة حافظت على المخطوطات. هاي المخطوطات في هي بالأساس يعني بعض منها حتى قصاصات، يعني شقف صغيرة ابتداء من إنجيل يوحنا صح 18، القصاصة المشهورة بردية رينالدز اللي هي طبعا تسمى على اسم اللي اكتشفها او اسم اللي باعها حسب القصاصات، ولكن هي بتحكي عن انجيل يوحنا. ولكن المؤرخين يعني اللي بيدرسوا العلم القديم، في علم خاص يعني اللي بسموه باليوغرافي، اللي هو دراسه الكتابات القديمه، يعني مش انا وانت بنيجي بنقرر قديش عمر هاي، بيفحصوا الخط وبيفحصوا نوع الحبر وبيفحصوا الورق وبيفحصوا طريقة مسكة القلم كيف انكتبت، في الآخر بيقرروا. والنتيجة هي المرجحة إنه هاي البردية اللي هي أول، إن كان منقول إنه يوحنا كتب تقريبا سنة 95 أو 98 ميلادي، هاي الفقرة موجودة عندنا من سنة 125 ميلادي. يعني بعد الإشي بشيء 20 سنة 25 سنة إشي من الشكل، اللي هو في عمر الخطوط والكتابات جدا جدا بسيط. وهذا يعني برضو وجدت في منطقة يعني أفسوس، اللي يعني بنعرف إنه يوحنا أضاء آخر أيامه في أفسوس، يعني قبل ما يروح على جزيرة بطمس، في خدمته كانت في أفسوس، فيظهر إنه كانت يعني قريب جدا لوقت الكتابة الأصلي. هاي يعني إحنا منقول هاي أول وأقدم، ولكن مهم نقول وإن كان رح نستعرض البعض بس سريعا، لكن نقول إنه في 5000 أو أكثر من 5800 مخطوطة يونانية للعهد الجديد، يعني أقسام منها مجزأة أو كاملة، وأكثر من 10000 مخطوطة لاتينية، وأكثر من 9000 مخطوطة بلغات قديمة أخرى. واو، يعني أدلة يعني واضحة جداً.